إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. ثم استقاموا، هذا عنوان الخطبة وهو جزء من الآية رقم 30 من سورة فصلت. هذا العنوان يختزل حياة الإنسان، هذا العنوان يبصر الإنسان وينبهه إلى أهمية الاستقامة في الدارين، في الأولى والآخرة. ثم استقاموا، والاستقامة لها معاني. من معاني الاستقامة إقامة الدين، من معاني الاستقامة تمثل الطاعة لله ولرسوله، من معاني الاستقامة الامتثال للأوامر الواردة في الوحيين والابتعاد عن النواهي الواردة في الوحيين. من معاني الاستقامة استقامة التفكير، استقامة النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي سورة الأنعام الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. استقامة النيات، استقامة التفكير، استقامة في القول، استقامة في الفعل، استقامة في السلوك. وقد أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بها في سورة شيبته، هي سورة هود الآية 112 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة في سورة هود فاستقم كما أمرت، ونحن أيضا أمرنا بالاستقامة. طريق النجاة هو المرسوم في هذه الآية، في الآية 30 من سورة فصلت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعد الله حق. إن الذين قالوا ربنا الله، الذي يدعي دعوى لابد أن يثبتها، لابد أن يكون صادقا في دعواه. إن الذين قالوا ربنا الله، هذه دعوة يقولها الناس، ولكن لابد أن تكون هذه الدعوة صادقة صحيحة تترجمها الأفعال
لذلك قال ربنا ثم استقاموا، ترجموا إيمانهم إلى أعمال صالحات. ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الذي يترجم إيمانه إلى أعمال صالحات إلى استقامات، هذه الاستقامة هي طريق النجاة. ثم استقاموا، النتيجة تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون آراء، ولكن الأولى أن نجمع بين آرائهم. فهناك من قال تتنزل عند الموت، وهناك من قال عند البعث والنشور. الجميع يصلح أن يجتمع على مستوى الفهم، وكلنا في أمس الحاجة إلى ذلك، تلك الطمأنينة، تلك السكينة، تلك الثقة التي نسمعها من الملائكة، التي نرجوها من رب الناس، من رب الملائكة، ليزيل عنا الخوف والفزع والحزن والحزن. ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت أو عند البعث والنشور، في جميع المواقف وفي جميع المواطن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لأن الإنسان بطبيعته يخاف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكررت هذه الآيات، هذه الوعود في عديد الآيات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف ولا حزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. أعظم بشرى يسمعها الإنسان بشرى دخول الجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا وعد أولئك المؤمنين الذين ترجموا إيمانهم في إلى استقامة، وعدهم بالجنة، ووعد الله حق، إن الله لا يخلف الميعاد. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر، اللهم انصرهم بنصرك المبين. اللهم اخذ بأيدينا جميعا أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا الله، استووا واعتدلوا، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.